متشكرين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من الحكيم في بيتك. ويمكن الليلة السبت وحديثنا يعني زي ما نقول امتد لحلقات وحلقات مع أخونا دكتور الطيب. تحدثنا في كل دهاليز الغدد الصموة السكري، وحقيقة تاني وتالت ورابع، ولا نعجز عن شكر كل الإخوة الزملاء والأساتذة الأجلاء اللي شرفونا في خلال شهر رمضان المعظم، وحاولوا أنه ينقلوا لكل السادة المشاهدين ولو معلومة بسيطة يستفيدوا منها في هذا الشهر الكريم. رغم سخانة الطقس ورغم المشاوير البعيدة، لكن يعني كانوا حضور وكانوا التزاما، فلهم التحية نيابة عنكم جميعا ونيابة عن أسرة البرنامج. بنقول لهم كتر خيركم وشكرا جزيلا، وربنا يخدر دراعكم ويديكم الصحة والعافية. اليوم السبت يمكن واحدة من آخر حلقاتنا حتكون في ما يختص بالغدد الصم والسكري، لأنه خلاص يمكن العيد شارف على خواتيم هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن وأنتم من عتقاء هذا الشهر الكريم. اليوم السبت وحديثنا عن الغدد، وأخونا العزيز جدا دكتور الطيب الفكيم مستشار الباطنية والغدد الصم السكري، رئيس قسم الباطنية بمستشفى مدرمان، حبابك حشرة دكتور الطيب، ونحن دائما سعيدين أنك تكون معنا يوم السبت. وحديث طويل. شكرا دكتور وليد، شكرا عن برنامج الحكيم، شكرا قناة البلد، وإن شاء الله نقدر نقدم خدمة يعني وكلام يكون يعني مفهوم بالنسبة للمواطن البسيط. الطبيب والطلبة بيكون فاهمين اللغة، لكن نحن دايرين مادة تقدر المواطن البسيط يقدر يفهم وده الأساس بتاع البرنامج ذاته. كتر خيرك دكتور الطيب. الله يبارك فيك. وأنت عزيزي المشاهد يمكنكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على رقم البرنامج اللي حيظهر قدامكم على الشاشة. حنحاول الليلة إن شاء الله يعني نغطي نواصل في موضوع الغدة الدرقية، وأيضا حنتكلم عن مرض أديسون الغدة فوق الكظرية إذا أسعفنا الزمن، ونقرأ أسئلتكم على الفيسبوك. دكتور الطيب حاول يعني يجاوب على كمية من الأسئلة قبل الحلقة، كتر خيره. برضو يا ريت يا عوض لو نزلت لنا صفحتنا على الفيسبوك أيضا للناس عشان تتابع، لأنه أسئلتكم برضو مكان احترام وتقدير لكم، التحية والتجلة. طيب دكتور طيب، يمكن في آخر حديث كان عن فرط نشاط الغدة الدرقية وتكلمت عنه، يا ريت لو تاني تدي الأعراض والعلامات بتاعت فرط نشاط الغدة الدرقية عشان نتطرق بعد ذاك للعلاجات. نعم، زي ما قلنا أعراض الغدة الدرقية النشطة أعراض واضحة، يعني ما زي الغدة الخاملة. يعني النشطة يعني واحد بيكون مثلا عنده ضربات قلب، يقول لك أنا عندي ضربات قلب شديدة يعني مع الحركة، وحتى على الراحة عندي رشوة في اليدين ما بقدر أشيل أي حاجة، ما بقدر أشتغل في البيت، عندي أرق ما بقدر أنوم نهائي، نزول في الصحة. طبعا نزول الصحة دي أكثر حاجة الناس بيخط نمرة واحد بيخط السكر طبعا، طبعا لكن الغدة النشطة نمرة اثنين. في حاجة تانية بتعمل اللي هو الأورام الخبيثة، سرطانات، الليشمانيا، الحاجات دي كلها بتعمل نقصان، لكن الغدة دي مرات بيستبعدوها يعني كعنصر من عناصر نقص الوزن، لكن نحن بنخطها طوالي. نقصان الوزن، عدم تحمل الجو الحار، يعني الواحد يكون قاعد في مكيف يقول لك انا مسخن مع يعني سخانه شديده، مكيف شغال، المروحه شغاله وهو مسخن. النرفزه الشديده، مشاكل اي زول في البيت، اخوك امك واخوانك كلهم بشكل شديد يعني نرفز. تساقط الشعر طبعا مهم جدا جدا. من دكتور الجلديه لدكتور الجلديه، وهي معك عندها مشكله يكون غده، هو السبب الاساسي يكون غده. الاسهال المزمن يا جماعه، الاسهال لا ما اقول له اسهال يا جماعه غولون مصران عصبي، ولا كل اسهال هو مرض المناعه المكتسبه. الاسهال المزمن ده ممكن يكون هو ببساطه هو الغده، نشاط الغده الدرقيه. اذا ما لقيت دكتور شك في الغده الدرقيه انه يكون هي من اسباب الاسهال المزمن، يكون يعني سنين قاعد انت ما عارف لحد ما تصل مرحله مضاعفات الغده، نشاط الغده الدرقيه اللي ممكن يكون يعني يخش في هبوط قلب يعني. فالاسهال المزمن برضه من منه. ثانيا قلنا تساقط الشعر، ضيق التنفس، التورم في الارجل، يعني اذا عيان مريض خش في هبوط قلب نتيجه الغده نشاط الفرط نشاط الغده الدرقيه، العيان ممكن يخش في في في, في هبوط قلب. فدي برضه الاشكاليات. عدم انتظام الضربات، يعني يسموها الاريزميا، واحد ما بيكون عنده ضربات ما منتظمه، حتى ممكن تكون معرض لجلطات الراس يعني، فدي برضه اسمها اتريال فيبريشن او عدم انتظام ضربات القلب. دي كلها من الاعراض. التعرق الشديد، الزول بيعرق يقول لك انا بعرق كثير جدا خلال اليوم، المكيف شغال، مروحه شغاله، انا عرقان. صح في اسباب ثانيه اخرى للتعرق الكثير، لكن برضه نمره واحد هو نشاط الغده الدرقيه. فتقريبا دي يعني دي الحياه الكبيره يعني من اعراض نشاط الغده الدرقيه. طيب
ليه يا دكتور؟ طيب في احيان كثيره خطه العلاج بتعتمد على الاعراض والعلامات وبتعتمد على الفحوصات المعمليه. نعم. هل اذا مثلا في بعض الاحيان بتلقى شخص الدكتور قال لي والله يا اخي انت عندك فرط في نشاط الغده الدرقيه، يقول لي يا دكتور انا ما انا عندي كيف فرط نشاط الغده الدرقيه وانا اصلا ما عندي حاجه في رقبتي كويسه، ما في اي حاجه سليمه. علاقه بروز الغده الدرقيه بالاعراض شنو؟ عشان الناس تفهم، لانه في بعض الاحيان بيقوم يقول لي والله يا اخي ما غدتي سايحه، خلينا نفهم يعني شو برضه غده سايحه. طبعا اسباب الفرط نشاط الغده الدرقيه اسباب كثيره، نمره واحد هو يسموه مرض جريفز، ده جريفز ده هو بيكون الغده يعني في تضخم بسيط لكن شكلها كلها متجانسه، يعني ما فيها حبيبات. الحاله الثانيه في مرض جريفز ده اللي هو في بروز في العينين، يعني بيكون العيون جاهزه يعني ظهر شديد يعني. الثاني بيكون في طفح جلدي في الارجل، ده يسموه جريفز ديسيز، ده هو ده نمره واحد اللي هو بيعمل نشاط فرط نشاط. الحاله الثانيه من فرط نشاط الغده الدرقيه اللي هو يعني الغده ذات الحبيبات، اللي هو مرض يكون حجمها كبير جدا، يسموها مالتي نادرال جويتر، اللي هو يعني حبيبات كثيره جدا ودي منشطه. الحاجه الثالثه بيكون مرات بيكون في حبيبه واحده او نوديول واحده، دي تكون ظاهره برضه. الحاجه الاخطر انه ممكن تكون ما في غده ظاهره للطبيب كشفي اكلينيك، يعني انت كشفت عليه لكن ما عندك غده لكن عندك اعراض الغده. دي نحن بنقدر نعرفها كيف؟ صح الطبيب ممكن يعني يشخصها بشنو؟ يعمل هي صوتيه. يعني في مثلا النبض بتاعك 100 110 والضغط زايد، طبعا برضه من حياتنا هذا الغده الدقيقه يكون في الضغط هايبرتنشن ضغط. الدكتور كشف ما في رقبتك ما في غده ظاهره. ولكن عندك اعراض الغده الدرقيه النشاطه. نحن في الحالات دي بنعمل مياه صوتيه نشوف مرات في حبيبات دقيقه ما بتتشاف بالعين المجرده اللي هو بالكشف الالكترونيكي. فنحن بنشوفها بالمياه الصوتيه. يعني 30% من الغدد النشطه اللي هي بسموها النوديول حبه صغيره جدا ممكن تكون هي مصدر بتاع النشاط ده. دي بنقدر نعرفها بالفحص الغده بين الدم والمياه الصوتيه. لكن لو الدكتور كشف عليه كده ما بشوف انه في غده ظاهره. فدي الحاجه دايره انه الدكتور يكون شاكي فيها. فبنعمل التحاليل المبدئيه، اول حاجه بنكشف كشف كلينيكي كامل من النبض، نشوف النبض سريع 100، نبضك 150، منتظم ولا ما منتظم، نشوف الضغط بتاعك زايد ما زايد، نشوف هل في تعرق في اليدين وساخنة، يعني في تعرق عرق كثير جدا في اليدين وبتكون ساخنة، دي ماشية مع الغدة نشاط الغدة الدرقية. لكن إذا في تعرق مع يدك في برودة في اليدين ده قلق، ده القلق طبعا. ده توتر، شوف التوتر سوى التوتر شنو، امتحانات مشكلة يعني في البيت حاجة زي يعني. لكن إذا لقيت ساخنة وفي تعرق كثير ده الغدة نشطة. ساخنة تعرق كثير مع برودة في الأطراف ده يعني قلق. بنعمل فحص الغدة هرمون من الهرمونات من الدم، وده بنعتمد على ايمان معمل يكون معمل دقيق زي ما قلت لكم، في اجهزه حديثه بتدينا نتائج دقيقه ماشيه مع التشخيص بتاعنا اللي هو قلت لك في اجهزه متقدمه يعني متطوره الجيل الثالث هو بيدينا نتائج دقيقه بتكون متطابقه مع الاعراض. نفحص الهرمونات اللي هو التي اس اتش والفري تي 4 والفري تي 3. اذا في حاله جريفز يصير العيان يكون عنده جحوظ في العينين والغده ظاهره، في اجسام مضاده بنفحصها اسمها تي ار اي بي، دي بتاكد لنا انه المريض عنده الغده النشطه لكن السبب شنو؟ جريفز ديزيز. بنعمل بعد ذلك مجهه صوتيه، اذا لقينا في حبيبات في الرقبه بنعمل مجهه صوتيه، احتمال نقدر حبيب متعدده او حبيبه واحده يعني اللي هو دي بالمجهه الصوتيه. دي تقريبا ده التشخيص بالمياه الصوتيه. بنفحص الدم برضه مياه صوتيه. فحصنا الدم لقينا الغده مثلا مستواها مرتفع شديد، مع الاعراض نحن بنقدر العلاج بنتحكم فيه بشنو؟ يعني مثلا الحبه فيها 5 ملي جرام، بيتين ندي المريض ده حبتين، بيتين نديه 6، بيتين نديه 12، بيتين نديه 9. ده بيعتمد على شنو؟ على الاعراض وعلى الفحص، نتيجه الفحص. يعني زول عنده النبض بتاعه سريع جدا وزول متوتر وبيرجف وما قادر يقعد في الواطه، والفحص الجهن بتاعه التي 4 ده مثلا 80، ده حب له ب 12 حبه 9 حبات، يعني ده ما حب له بحبتين. لكن الزول جانا مثلا النبض بتاعه 100 95، الهرمون مثلا 30 5 28 كده، ده ممكن ابدله بحبتين 3 حبات. فنحن قرار الطبيب انه يبدا بكم حبه ده بيعتمد على الاعراض ويعني مصداقيه النتائج، هل هي ماشيه مع الاعراض وبين النتائج مع الاعراض، 12 حبه في اليوم ولا 9 حبات ولا 6 ولا 4 ولا 2. طيب معنا تليفون، لكن في سؤالين هنا انا داير ابدا بيهم الحلقه على صفحتنا على الفيسبوك، لكن نسمع امل من الهلاليه. امل. نعم حبابك 10 يا امل. وعليكم السلام والرحمه، رمضان كريم. الله اكرم يا ستي حبابك، تفضلي. سامعانا؟ سامعاك. يلا تفضلي.
الله يسلمك. زي قبل دكتور الطيب ده، انا عندي غده ولما الظاهر لكن ما قابلت بيها، ما ظروفي ما مساعداني اقابل بيها. ليها كم سنة؟ الغدة لها كم سنة؟ وقمت مشيت ما قابلت الدكتور، ما عندي ظروفي ما مساعداني قابلت الدكتور، انت لكن ظهرت سامعاني؟ تقدر اجهضت مرتين وما قدرت، ما سويت التلفزيون ده عليك الله. ما انت ما قادره انت اقفل التلفزيون عشان تركزي معايا في التلفون. اسمعيني يلا، انا اسمع كلامي بالراحه. انت عمرك كم سنه اول حاجه؟ 35 سنه. والغده دي معاك ليك كم سنه؟ والله ليا اكثر من 10 سنه. مشيتي دكتور قبل كده ولا ما مشيتي دكتور؟ ما مشيت دكتور، ما بقول لك، لكن لما ظهرت يدي مطت وجهت عامله لك شنو؟ اجهضت مرتين. عامله لك شنو؟ وزنك زايد ولا ناقص؟ هسه بقت لما بتغير عيوني دي كده، عيوني بقت بتكون متغيره طوالي. طيب نديكي كريد ان شاء الله تقابلي دكتور الطيب في عيادته. لو بكره في التلفزيون يا هاي ما تقفل التلفون بتاعك تحت على تحت الهواء، مهيد يشيل منك تلفونك وتفاصيلك بالكامل، ان شاء الله يتصلوا عليك تقابلي دكتور الطيب بكره ولا بعد بكره. كان الالمين بالاول بعد العيد، دايره بعد العيد ما عندك اي مشكله. بعد العيد حبابي، بعد العيد هاي، لكن ما ظروف ما في مشكله، اديك كارت مجانا. خلي دكتور الطيب يجاوبك. نعلق على امل الهلاليه، قلت عمري 35 سنه وغده لها 10 سنوات، فعندي حاجه خطيره جدا انه 10 سنوات غده وما عالجتيها وما شخصيه، لانه في الفتره دي ممكن تحصل كل المضاعفات اللي قلتها، اذا نشط او خامله. اذا نشط ممكن العيان يمر بكل الحياه اللي قلتها دي، اللي هي من ضمنها اللي هو ممكن هبوط القلب، يعني عدم انتظام ضربات القلب، معرضك لجلطات في الراس، ممكن يعمل لك تساقط شعر، ممكن ضعف الدم، ضعف دم. الاجهاد ده برضه مهمه، ممكن يعني يوقف الدوره النهائي، يعني الاجهاد مرتين، يعني المفروض طوال، يعني اخصائي نسوه تريد يحولها لاخصائي غدد. فعشر سنوات غده ما معالجه خطر جدا يعني. هاي فمرحب بك ان شاء الله ونشوف شوف الحظ شنو. قلت لك لما عمل لها يحص في العين في غالبا هو جريفز ديزيز. تمام. طيب نسمع تلفونات، لكن انا داير ابدا يا دكتور الطيب في سؤالين هنا، سؤالين افتكر سؤالين مهمات جدا جدا. اسراء قلت لك هي عندها كل الاعراض بتاعت فرط نشاط الغده الدرقيه، من في نزول في الشعر، في ضربات قلب زايده، في تعب، في نزول في الوزن ذاته. ولما عملت الفحوصات الدكتور قال لها التي اس اتش دم طبيعي، التي 4 والتي 3 زايدات، لكن ما بقدر اديك علاج لانه تي اس اتش طبيعي. رايك شنو؟ طبعا هي قال عندها اعراض، كل الاعراض اللي ذكرها كل الاعراض. نحن مرات والله بخط الريليبيت، يعني مرات النتائج ذاتها، يعني هي هل هي عملتها في معمل يعني جهاز حديث ولا، نمرة واحد. نمرة اثنين برضه في حياتي بتأثر على الـ على الـ النتائج، زي ما قلت لك المرة فاتت اللي هو من ضمنها الفيتامينات، بس عملوها يعني السيدات اللي هو بايوتين، البايوتين بيأثر على النتيجة طوالي، يعني أي يعني سيدة بتاخذ هرمون بايوتين للشعر بيأثر على فحص الغدة، ما بديك نتيجة صحيحة. جات واحدة فيهم بيأثر البايوتين 6 بيأثر على التي 3 ولا التي 4؟ بيأثر عليهم الثلاثة، ثلاثة. عشان كده يعني أي سيدة بتاخذ بايوتين فحص الغده بكون 100% كويس، لازم تعيده او توقف البيوتين لفتره. فنحن بنخط احتمال انه الفحص ما صحيح. اذا اعتبرنا انه تي اس اتش ده طبيعي، نحن اي عيان جانا اول مره تي اس اتش ده طبيعي، خلاص معناه العيان ده ما عنده، ممكن يكون التهاب عادي فيروسي للغده يسموها سيروداتس، وده ما داير علاج، لكن بنفحصه بعد 6 اسابيع. اللي هو التي اس اتش بيكون نورمال طبيعي، لكن التي 3 والتي 4 زايده شويه. الحاجه الثانيه التي اس اتش بيكون طبيعي، والتي 3 والتي 4 التوتال اللي هو الكلي بيكون زايد. نحن مرات يعني اذا مريض بتاخذ حبوب من الحمل او في حمل، يعني يا حامل يا بتاخذ حبوب من الحمل بترفع التي 3 والتي 4، فبناخذ بالنتيجه دي، بناخذ بنعمل حاجه اسمها 3 تي 4 3 تي 3. فنحن في الحاله دي بنعيد الفحص ده تي اس 8 و3 تي 3 و3 تي 4، وبناخذ التاريخ المرض انه هي بتاخذ فيتامين اللي هو بايوتين، ولا هي بتاخذ من حبوب من الحمل، ولا هي حامل. بعد ذاك مع الاعراض، اذا لقينا فعلا الاعراض هي موجوده حنعيد الفحص في معمل متقدم ثاني. فغالبا ده يعني ما بنبدا العلاج، ما بنبدا العلاج اذا النتيجه حتى ولو كان في اعراض، اذا لا الا النتيجه تكون مطابقه يعني ممكن نعيد الفحص او تاخذ تاريخ المرض بتاع المريضه. طيب في تهاني قلت لك يعني شنو غده سايحه، هي عندها غده لها 10 سنه وقالوا لها الغده كانت طبيعيه، لكن انسي غدتك دي سايحه، هل في حاجه اسمها غده سايحه؟ والله الغده دي هو ده مصطلح يعني وسط العام، انه هو الغده النشطه اللي هي ما في ما ذات الحبيبات، اللي هو اقرب للجريفز ديزيز، اللي هو كلها يعني متناسقه كده متجانسه ونشطه. فده غالب ده مصطلح وسط العامه، لكن ما مصطلح طبي، هو ما مصطلح طبي الغده السايحه.
غالبا غده نشطه وما زايد الحبيبات اللي هو يعني متجانسه. طيب معنا تليفون، من هو يا مهيد؟ ما هلا، زي احوالك؟ وعليكم السلام ورحمه دكتور. احوالك وصحتك ان شاء الله دي طيبه. الله يسلمكم، كل سنه وانتم طيبين. وانت بالف خير يا رب. تكلميني من وين يا مهلا؟ بكلمك من ابقوطه. حباب اهلا، اهلنا في ابقوطه، تفضلي. الله يسلمك. نعم. انا عندي غده من 95. من سنه 95 عندي غده، نعم. ايوه، كنت باخذ ثايروكسين 50 ومشيت ثاني جوني 100، والان بعاني من ثقل في الراس، وبعاني من ضربات قلب زايده، وخمول في الجسم، ورم في الرجلين، وتنميل كده في الاطراف عامه. وقفت العلاج انت؟ والله ما مستمره فيه، لكن كبتعاو يعني ما مستمره. اخر مره مشيتي قابلتي 200 بعد ما قالوا لك عندي غده من سنه 95، الكلام ده طول شديد. هاي بتعالج منها اخر مره كان قبل سنه قابلتها. تابعتي قبال سنه؟ قال لك شنو الدكتور قبال سنه لما مشيت له؟ والله قال الغده، انا كان عملت صوره ملونه وقال لي نشوف الحاصل فيها شنو، والان برضه بحس بضيق في الغصبه الهوائيه، يعني ما بقدر اتنفس شوي، ما بقدر انوم. الغده ظاهره؟ غده والله هنا ظاهره خامده، لكن برا ما بتحسها ظاهره، لكن في الصوره والحاجات دي ظاهره كبيره هنا. طيب نخلي دكتور الطيب لو عنده سؤال برضه يسالك له ويجاوبك على سؤالك. وانا بديك كريت مجانا، انت قابل دكتور الطيب. أيوة تمام، انا دايره كريت. الكريت ده اديك له، ما عندك مشكله. أيوة بعد العيد. أيوة تجيني من بقوته بعد العيد ان شاء الله حبايبي. ما تكفي ما تكفي لي هيجاوبك. خليك معانا على الخط. العمر العمر كم سنه يا مهلا؟ عمر كم سنه؟ 47 سنه. ومنتظمه في العلاج ولا منتظمه في العلاج؟ والله ما منتظمه في العلاج يا دكتور، الانتظام فتره يعني. وبتبلع بتين الحبه؟ بتبلع نعم. بتبلع الحبه بتين الحبه؟ بتبلع بتين الحبه؟ ببلع على بعد الصبح يعني بعد ما اقوم على الريل. نعم جدا ممتاز. لكن هسه الان بشعر بخنقه حاضر تنميل رقبه بضيق النفس. ما في مشكله، كله يتحلى. عيدي وتعالي لنا. اي ان شاء الله. حبابك الكرت السلم وين؟ اسي بس ما تكفي لي السماعه، بوريك مؤيد تحت، ما في مشكله، شيل رقمك وبنضرب لك بيضرب لك تليفون الاستقبال بتاع عياده الدكتور الطيب ووريك تيجي 200 ان شاء الله بعد العيد، تمام؟ حبابك. طيب مهلا قالت عندها الغده خامله من 95 وهي ما منتظمه في الحبوب، يعني بتبلعها هي الصباح على الريق. طبعا هي ده المفروض نعرف انه الثايروكسين بياخذوه على الريق يا جماعه، او ساعه بعد زول ما ياكل حتى لو انا جايك في الجزئيه دي. انا نعم. الجزئيه دي مهمه جدا شديد. نعم واصل في مهل وبعدك نجي لك. نعم. سيدي عشان تتابع معنا. شكوتها قالت ضربات قلب وتنميل في الاطراف وضيق نفس. طبعا ضربات القلب وتنميل الاطراف دي ممكن يكون مضاعفات خمول الغده اللي هي ممكن تعمل مشاكل في ضعف دم. ضعف دم ده بصوره غير مباشره ممكن يديك بوت قلب. دي انا بقول ما لي مهله، لكن لكل الحالات يعني الما منتظمين في علاج الغده الخامله. ضربات القلب ده ممكن يكون هبوط قلب نتيجه ضعف دم، لانه دائما خمول الغده بيكون مرتبط بزياده الدوره الشهريه. العيان بيكون فقد دم كثير، بعد شويه بيصل مرحله انه يديو انيميا. الانيميا بتدخلك في هبوط قلب. دي ضربات القلب، تفسير ضربات القلب. بالنسبه للتنميل الاطراف، الغده الخامله مرات عندها هي بتاثر على الـ على الـ على الايادي والارجل، بسموه حاجه اسمها الكاربال تنس، بتضغط على العصب الطرفي في اليد وفي الرجل. فبيحصل تنميل في الاطراف، ودي معروفه مع الغده الخامله. فعلا اطراف اصابع الاطراف بيحصل فيها تنميل، بسموها كاربال تنس سندروم. يعني زي بالعربي كده ما عارف، لكن تنميل اللي هو ضغط بتكون دائما في المنطقه بتاعت الريست هنا. في الريست هنا بيحصل تنميل في الاطراف، ودي بيزول اذا عالجنا الغده الخامله بقت تحت المعدل الطبيعي بالجرعه المناسبه. الحاجه الثالثه ان ضربات القلب دي ممكن يكون غده الجرعه بتاعت الثايروكسين كبيره، تبقى زي النشاط، يعني جرعه لما تكون زايده بتديك عكس ضربات قلب، لما تكون ناقصه الضربات بيكون اقل شويه، النبض يكون اقل. فضربات القلب احتمال برضه تكون الجرعه زايده برضه، فدي نحن نخط احتمال دي كله لانه يكون هبوط قلب، بالذات قالت كمان عندها ضيق في التنفس. ممكن يكون برضه من هبوط القلب نتيجه لشنو؟ لضعف الدم، او بياثر مرات خمول الغده بياثر على الـ على الـ على الـ على القلب، بيعمل مويه حول القلب ذات يعني. هو حتى بيعمل مويه في الرئتين او بيعمل مويه في البطن يعني. دي مضاعفات الغده الخامله، فدي كل الناس ما تهملها يعني. المريض بتاع الغده الخامله اذا ما اخذ العلاج دي كلها ممكن يتعرض لها، تساقط الشعر، الدوره تكون ما منتظمه او في كميه كثيره، ضعف الدم، تورم الاطراف، دي كلها وارده. طيب. الغده الخامله، ف
فبحتاج انك تفحص الغده، نشوف جرعتك دي مظبوطه ولا ودمك ناقص ولا دمك مظبوط ان شاء الله. تمام ان شاء الله، وتقابل ان شاء الله في حياتك الخاصه ان شاء الله. طيب نسمع طوال، ادينا كم تلفون نحن الليله نسمع الناس ذاتهم، لكن في سؤال قبل ما نازك تخش لنا في التلفون، السؤال هو انه الحبوب بتاعت الساروكسين دي بتتبلع قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ عشان الناس بعض مرات ممكن يبلع لك بعد الاكل تعمل لك مشاكل، قبل الاكل فلا بد من المعرفه وتكرر لنا كم مره. والحبوب الثانيه تحت النيوماركازول اللي هو بتاعت فرط نشاط الغده، قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ ولو امكن اسمع نازك وارجع لك. تمام. نسمع سؤال ونرجع نجاوب على السؤالين. نازك ازيك؟ الو السلام عليكم. حبابك يا نازك، اهلا وسهلا. الله يسلمك، تفضلي. بديها احلى. انا يلا مشيت في شهر 11 و كنت ماشي افحص البلاري ويلا عندي اعراض حمل ما انا ما كنت عارف. الدكتور بعد فحص لي وقال لي مش افحصي، بشيري قلت كده قال لي عندك اعراض قده. قلت انا مشيت لدكتوره ثاني عشان اتاكد من الحمل، اتاكد لي الحمل ولا لي. قلت لها والله الدكتور قال لي عندك اعراض غده. قال لي احتمال يكون من الحمل، ده رجل الدكتور بيقول شنو؟ ما في مشكله، نجاوبك على سؤالك. نجاوبك على سؤالك، ما في عوي حبابك. يلا يعطيك العافيه. علاقة الغدة بالحمل. علاقة الغدة سؤال بالحمل. سؤال مهم شديد بالمناسبة. بيحصل حقيقة بيحصل زيادة في الغدة أو نشاط الغدة أثناء الحمل. في 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 يعني في يسموه الترم الأول والثاني، فعلا بيحصل زيادة في الهرمون، عشان كده نحن بنعتمد في تشخيصنا على الهرمون الجزئي ما الكلي. أيوه. يعني التي 4 تي 3 ده في الحمل نحن ما بناخذ به كثير يعني، لأنه في زيادة. وحتى الغدة ذاتها كحجم بيزيد في الحمل، دي معروفة. يعني دي مع الحمل حياة طبيعية. زياده في حجم الغده، زياده في الهرمونات تي 3 تي 4 عشان يعني يسموها يعني بعض الاجسام الداخليه بترفع التي 4، التي 3 بيكون ثابت. عشان كده نحن لما نيجي نشخص الغده في اثناء الحمل او في مريض بتاخذ حبوب من الحمل بنطلب الفري تي 3 وفري الجزئي، تي 4 جزئي والتي 3 جزئي ما التوتال. فسؤالك مهم، انه فعلا في زياده في حجم الغده وفي زياده في هرمونات الغده، لكن التي 3 بيكون ثابت. نعم، شكرا جزيلا. يلا تسلم ان شاء الله يا رب. نسمع تليفون ثاني. الو، مرحبا، معنا من مهيد؟ أنا أمجد عبد اللطيف. حبابك يا أمجد، كلمنا من وين يا أمجد؟ من النيل الأبيض. حباب أهلنا في النيل الأبيض، تفضل. أنا بس كنت بسألك عن الدكتور، عندي زوجتي عندها غدة، يعني موبايل بتاعت غدة. نعم. وشنو يعني جهة النيل وكربات الفلس مهمة. زي معاناة من الحتة دي. وديت الدكتور شافه قبل كده ولا ما في دكتور شافه؟ والله أبدا. لا، كم السنين ما بتعاني الحياة دي كلها؟ قبل رمضان ده بالذكر. قبل رمضان. وعرفت كيف انها هي عندها غده؟ ما في محل، في حليب هذا لما تزعل قوي. طيب نديك بعد العيد كرت تقابل دكتور الطيب. لا لا اثقلنا عليك، لكن لا في بيزا حسنات. بعد العيد ان شاء الله تجينا من النيل الابيض تجي تقابل دكتور الطيب في عيادته زوجتك. تمام؟ ام درمان يوروك. في ام درمان ان شاء الله، العياده في ام درمان، لكن بوروك تحت الهواء، بس ما تكفي للسماعه. تمام؟ يشوفك في عيادته خاصة، هو مدير مركز عبد الله خليل في مدرمان، لكن في عيادته خاصة إن شاء الله. طيب جهز لنا، ما مشكلة نسمع كل التلفونات والله، لكن خليه يجاوب لي أول حاجة مهيد، بس نسمع الإجابة ممكن؟ أمجد قال إنه زوجته عندها تنميل وضربات قلب، طبعاً دي هي ضربات قلب طبعاً ممكن تكون هي الغدة النشطة، ممكن تكون أسباب ثانية، اللي هو ضعف الدم ممكن يعمل ضربات الأنيميا ممكن تكون يعني يعني حتى الزول عنده حمى مثلاً يعني ما مرتفع جداً ممكن في ضربات قلب، يعني أسباب كثيرة ضربات قلب، ما الغدة برا لكن الغدة نمرة واحد طبعاً. هاي مرات عنده مشاكل في الغولون العصبي مناسبة ضربات المعدة، الحاجات دي كلها داخله مع الغده النشطه. دكتور طيب العصبي الليله في جبال في جزئيه بتاعت البلع بتاع الحبوب ده نجاوبها، عشان في جزئيه ثانيه مهمه برضه نسالك ليها قبل ما نسمع كم تلفون. انا ثاني ما حاسال، خليكم تسالوا انتم. طيب عن الحبوب السيروكسين. نعم طبعا السيروكسين ده هو يا جماعه هو علاج الغده الخامله، لانه والله مرات تجينا حالات زول عنده غده خامله بدو نيوميركازول، وزول عنده غده نشطه بدو سيروكسين. ما عارفه يعني احتمال يكون في اخطاء يعني ما عارفه بالضبط، في حلقه مفقوده. فبنشوف الصندوق بتلقاه هو بتاع الغده العكس يعني. فده بيزيد لك النشاط او بيقلل لك الخمول زياده. فالسيروكسين نحن بنديه للغده الخامله وعلى حسب مستوى الهرمون والاعراض، نحن بنربط الاعراض بالفحص
يعني احنا بنبدا بكم يعني على قدر شنو وعمر المريض ذاته. يعني اذا العمر كبير مثلا ما بندي جرعه، مثلا اذا عمره 70 سنه وعنده غده خامله ما بنتعامل معه زي معامله الزول عمره 20 سنه عنده غده خامله، لانه لو ادينا جرعه كبيره لزول كبير 70 سنه ممكن يخش في عدم انتظام ضربات قلب، يخش لك في ضربات قلب. فنحن بنخاف بنبدا بجرعه صغيره او نعمل رسم قلب اول بعد ذلك نديه الجرعه المناسبه. اما الزول الشاب الصغير 20 30 سنه بنديه جرعه على حسب وزنه، فالثايروكسين عاده ما بنديها في المعده الفاضيه ما ماكل حاجة على الريق. على الريق صباح. في رمضان احنا بنعمل تحورات او موديفيكيشن انه المريض يبلع مثلا بعد العشاء بساعتين، المهم بعد ساعتين من الاكل ما ياكل. اذا بالسحر ممكن يبلع مع السحور لكن يشرب مويه بس، لكن ما ياكل ما تكون فاضية ما ياكل. المهم ساعه ساعتين بعد الحبه ما ياكل. الحاجه الثانيه غير البطن فاضيه، في حبوب يا ما بتتداخل، مثلا الواحد لما يكون عنده كم مرض يعني ما غده خامل بيكون عنده قلب وعنده انيميا، ففي حبوب ضعف الدم، الحبوب الحديد، حبوب الكالسيوم، الناس عندهم نقص كالسيوم برضه، الحبوب دي بنحاول نفصلها من بعض، لانه لو المريض اخذ حبوب الثايروكسين مع حبوب الحديد الفرس الفيضة او حبوب الكالسيوم بتاثر على الامتصاصه، فما بتدينا المفعول الاساسي يعني تدخلات، يعني تدخلات بتقلل الامتصاص، فما بتدينا الجرعه المناسبه اللي تمشي الدم عشان تحقق لنا اللي هي كفايه الغده. فحبوب الحديد الفرس حبوب الكالسيوم نحن بنحاول نبعدها، مثلا ندي الحبه دي بعد الثايروكسين على البطن الفاضيه، لكن الكالسيوم نخليها بعد الغداء او بعد العشاء، حبوب الحديد نخليها بعد الغداء، نبعدها 3 ساعات من حبه الغده ثايروكسين. تمام. فدي النقطه المهمه انه الثايروكسين دي تكون ساعتين بعد الاكل ما ياكل. انه يمركزوا عنده علاقه؟ يمركزوا ما عنده علاقه بالاكل ما مشكله. ممكن تهو جرعه واحده عاده اذا كان حبتين، ممكن نقسمها على اثنين، لكن عاده جرعه واحده. جرعه يعني 6 حبات 8 جرعه حبه فيها 5 لكن الناس بيخافوا 5 ملي جرام، الناس بيقول لك ما بلع 2 حبه مع بعض بيخافوا. بقول لك قسمها. تمام. نسمع اسراء من الكلاكله. اسراء. الو السلام عليكم. اهلا يا اسراء، ازي احوالك؟ تمام الحمد لله. تفضلي يا اسراء. والله انا تعاني من غده لي حكايه بتاعت 4 5 سنين. نعم. غده خامله بتاخدها ثايروكسين. غده خامله بتاخد ثايروكسين؟ نعم. 100 ملي جرام. لا لكن الثايروكسين ما يعني مره الهرمون يظبط مره لا كده. ملخبطه شديد. ولك كم سنة أنت أسي عندك غدة؟ 4 ولا 5 سنة. 4 ولا 5 سنة. وعمرك كم سنة؟ 27. في أعراض؟ عندك أعراض أسي يا إسراء؟ عندي أعراض لكن بتحصل لك حاجة غريبة. أنا عاملة عملية بتاع اللوز. عاملة شنو؟ عاملة عملية بتاع اللوز طولت برضو. لوز أيوة. فحلقي بيورم كل فترة والتانية. حلقك بيورم كل فترة والتانية. بيورم بمعنى شنو؟ بيكون عندك ألم في الحلق يعني؟ ولا ورم خارجي؟ ولا ورم خارجي برا بتشوفيه؟ ورم خارجي وفي ألم من جوا. طيب عملت مجال صوتية؟ سمعت دكتور الطيب قال لك شنو؟ سمعتها طيب. لكن ما عملت مجال صوتية. طيب أفضل. طيب برضو نديك كرت مجانا تغاب لي دكتور الطيب. تمام؟ طيب. أنت في الكلاكلة بعد العيد ولا يعني عندك بكره وبعد بكره ما في مشكله، لو حابه تجيه فما في مشكله، خدي تليفونك تحت مؤيد وان شاء الله يتصلوا عليكي ووروكي المواعيد متين عشان تقومي تيجي تقابلي دكتور الطيب ما دام انت ساكنه في الكلاكله قريب. تمام؟ طيب تمام حبايبك 10 ورمضان كريم. طيب على الاسراء دي تاخذ 100 مايكرو جرام لكن ما منتظمه، يعني عدم انتظام ده مشكله بيأثر على النتائج، بيأثر على 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 الأعراض يعني. انت متوقع بعد شهرين احنا الفحص ده يجينا مظبوط يعني، فاذا الحبه ما اخذتها يوميا بانتظام مثلا او اخذتيها مع حبوب حديد او حبوب كالسيوم او مع اكل وبعد الاكل ده بقى خطا، فما بدينا نحن المفعول الدارينه، عشان كده لازم يكون المعده فاضيه ما مع حبوب ثانيه كالسيوم ولا حديد وكده، وبيكون بانتظام. حكايه الورم دي ممكن يكون في يعني كيس بتاع غده ذات ظهر، حكايه انه ظهر دي ممكن تكون، عشان كده مويه صوتيه مهمه نقدر نعرف هل هو كيس ولا هو حبيبات. طيب ان شاء الله في ناس كتار بيفتكروا انه العلاج مويد ممكن تدينا تلفونات ما في مشكله، في ناس بيفتكروا انه العلاج ده اذا كان عندي خمول في الغده الدرقيه العلاج ده هيستمر معي مدى الحياه، واذا كان عندي فرط افراز في الغده الدرقيه هل العلاج هيستمر معي مدى الحياه ولا القصه دي هتكون كيف، ومتين انا ممكن اوقف العلاج؟ طبعا بالنسبه لخمول الغده الدرقيه بيحتمل عليه سبب خمول الغده الدرقيه. يعني مثلا مريض عمل عام عنده غده درقيه نشطه مثلا وذات الحبيبات مالتي نودل والجويتر، عمل عمليه شال كلها، ده حياخذ علاج مدى الحياه لانه انت شلت الغده كلها، نحن بندي ثايروكسين كتعويض للغده اللي شلتها دي،
فده لمدى الحياه. مرات بيحصل شنو؟ الغده مرات بتكون ما موجوده نهائي، يسموها اتروفيك، ما موجوده، دي غده خامله، ده برضه علاج مدى الحياه. مرات ناس بتعرضوا لاشعاع برضه مدى الحياه. مرات بيحصل شنو؟ التهاب عادي ثايرويدي، الغده دي بيحصل فيها التهاب، ده التهاب ممكن يديك غده نشطه الفتره الاولى 6 شهور، بعد 6 شهور خامله، نبدا علاج غير نشطه او خامله، ممكن العيان يرجع. دي حاله ممكن يكون فتره مؤقته اللي هو ثايرويدايتس، يعني ممكن العيان ياخذ فتره ويبقى كويس ونوقف العلاج. لكن الاسباب الثابته، العمليه شيلنا الغده، اللي هو شيلنا بعمليه بيود مشع، زول عنده غده نشطه او عنده جريفز دنيا مشع، ده خلص حيكون غده خامله وبعدك بيحتاج ثيرابي مدى الحياه. دي على حسب الاسباب. ده بالنسبه للغده الخامله. النشطه برضو على حسب الاسباب. نحن يعني غده نشطه مثلا ذات الحبيبات او حبه واحده، بندي العلاج لمده سنه ونص 18 شهر، بنكون متابعين الفتره الاولى كل الغده النشطه بنتابع كل 6 اسابيع، الغده الخامله كل شهرين عشان نقدر نظبط الجرعه من 6 حبات مثلا ل 4 دي النشطه، الثايروكسين من 50 ل 75 ل 100. الغده النشطه مثلا بدينا علاج مثلا 6، بعد شهر ونص يعني عملته على 4، بعد شهر ونص يعني عملته حبه، استمر 3 شهور حبه حبه، تم سنه ونص انا وقفت العلاج بعد سنه ونص، بقى كويس، بعد شهرين انتكس يعني راجع ثاني. عندي خيارين، يا ارجع له حبوب ثاني بنفس الجرعه 6 او 4 او كذا او 9 او 12، او في خيار اليود المشع. ارجع اليود المشع احسان من الكتياب. احسان ازيك؟ الو حبابك. يا احسان السلام عليكم. حبابك 10، اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. وانت بألف خير وعافيه. تفضلي. والله انا والله ولدي عندي غده. نعم. كانت درغيه وشلتها قبل 15 سنه. طيب. وهسي والله بجد دائما بكون فترانه وبتجيني حاجه كده في صدري، يعني بحس في حاجه بتطبني شديد كده، عرفتها؟ وجسمي يديني ويوجعني ورجولي، وهسه عندي وجع في رقبتي طوالي، يعني بشخص براي اقول يا ربي يمكن انا جاني غضروف. ويعني بقيت فترانه شديد. طبعا كنت ببلع الثايروكسين ده لمده 7 سنه، عرفتها؟ وقفتيه؟ وهسه حاليا وقفته ومشيت كان دكتوري ده، بعد مشيت له بعد 7 في بمشي كل سنويا كنت بتابع. نعم. ايوه، وهي اصلا الغده قال لي ما بتشتغل كلها لانه الحجم كان كبير، الشيء كان جزئي، عرفتها؟ وكنت ببلع الثايروكسين لمده 7 سنه وثاني وقفتها. وثاني مره مشيت عملت الهرمون، لقيت الهرمون طبيعي لكن الضغط الحبوب انا ببلع فينول 5 ملي جرام دي. ببلعها دي حقه الضغط، ببلعها ما وقفت منها. لكن يعني خمول ما عادي وفترت فتر شديد. عرفتها؟ وما عارفه انا المشكله دي هل تكون لي من الغده. عمرك كم سنه؟ حجي احسان كم سنه عمرك؟ عمرك كم سنه؟ والله مشيت في الستينات بعد كده يا ولدي. يا اخي الله يديك الصحة والعافية، الستينات دي لسه شباب، ربنا يديك الصحة والعافية. عندها وجع مفاصل؟ الله يبارك فيك. في ألم في مفاصلك؟ في ألم مفاصل في؟ ألم مفاصل في؟ ألم في المفاصل، وحتى مرة مشيت عملتها قالوا لي في التهاب في المفاصل حقت اليدين. خشونة. ما أقدر أعمل أي شيء يعني. حتى لو شالها لي حاجة ممكن تقع من يدي. لكن هرد عليها برضه. طيب أنا حخلي دكتور الطيب يرد عليكي ونديك كريت برضه نقابلي دكتور الطيب. كده الكروت زادت ولا كده؟ لا مرحبا باي عدد. اي زول قال لكم دكتور الطيب ده يعني ابن الاكرمين يعني كتر خير، وقال لكم كل التلفونات حبابكم 10، حنخلي تردوا عليها. لكن بس خلينا نطلع فاصل لو امكن، نطلع فاصل ثم نعود خليكم معنا. مرحبا بكم مره ثانيه، وحديثنا لا زال عن الغده ومشاكل الغده الدرقيه وتفاصيل كثيره مع دكتور الطيب الفكي مستشار الباطنيه والغدد الصم والسكري. دكتور الطيب حبابك مره ثانيه، ونرد على احسان يمكن قبل الفاصل. نعم. طبعا احسان قالت عملت غده درقيه قبل 10 سنوات وبدات الحبوب وقفتها، فدي الاشكاليه بتواجهنا يا معلم. المرضى بوقف العلاج بدون استشاره الطبيب، فدي تطوالي عرضه للمضاعفات بتاعت الخمول الغده الدرقيه. ما زي الخمول، انت شلت الغده بعد لازم معوضه بالثايروكسين، وقفت ثايروكسين معناه انت ديك الغده زي الغده الخامله، حتحصل لك نفس المضاعفات اللي هي امراض القلب والضعف الدم والحاجات دي. عشان كده انا حكايه ان عنده وجع صدر ده انا نمره واحد بقول لها تمشي تعمل رسم قلب نمره واحد. لازم رسم قلب واشعه صدر. دي لابد منهم.
احتمال مرات طبعا في عمليه بترجع الغده ثاني، عمليه شيلوها بترجع ثاني اذا ما شالوها شيء يعني جزء يعني كامل شيل جزئي او يعني 75% مثلا بترجع ثاني، فبحتاج برضه مجال صوتي للرقبه اشعل الصدر رسم قلب. هي قالت عندها وجع يدين وجع رقبه وجع المفاصل، الرطوبه برضه وارده هنا ممكن تكون روماتيزم لانه دائما الروماتيزم بيكون مصاحب مع الغده الخامله. يعني يسمون دي الامراض المناعيه دي اللي دائما بيجوا مع بعض. يعني الروماتيزم، الزيبه الحمراء، السكر النوع الاول، نقص فيتامين 12 بي 12، دي كلها امراض بيجوا مع بعض سموها امراض مناعيه. فهي احتمال يكون عندها الغده الخامله او الرطوبه، لكن الغده الخامله هي وقفت الحبوب احتمال هو الان في زي خمول يعني زي ما زي اول رجعت، فبحتاج لفحص غده جديد، احتاج لترجع لساروكسين من اول ورسم قلب. لا ورسم قلب لا بد من رسم قلب وفحص الدهون برضو مهم جدا الدهون. نحن خلاص تجيك ان شاء الله. نعم. الاتصال معاه يمكن انقطع، انت رصيد انتهى، لكن نحن عن كلامنا يا احسان تقابل دكتور الطيب. لو انت قريبه ساكنه، هي ساكنه وين؟ ساكنه، لو ساكنه قريب ممكن بكره كتياب. الكتياب كتياب كتياب ساكنه كتياب. طيب نديك على المهم براحتك ما في مشكله بعد العيد. بعد العيد داير تجي ان شاء الله طوالي، نديكي كارت تقابلي اخونا دكتور الطيب لما تيجي. يعني لو مشيتي هناك بس اديتي الاسم ذاته موجود معانا هنا، اسمه احسان. قلت شنو مويد؟ طيب رشا من الشعبيه، نسمع رشا اخر تليفون عشان يجي على الصفحات على الفيسبوك. رشا ايوه حبابك انا ومرحب. اتفضل يا رشا. هيا يا مويد دائما خلوني يسمعونا من التليفون وابعدوا من التلفزيون فضلا وليس امرا. انت هسي كده سامعة من التلفزيون ما حقدر اتواصل معك، حكون بتكلم وانت بتتكلم في نفس الوقت. طيب دكتور طيب، عندنا يعني مجموعة من الاسئلة على صفحاتنا على الفيسبوك. شيماء قلت لك التلفون ما بيدخل معها. انا قبل كده اتشخصت لي تضخم في الغدة الدرقية واخدت حبوب اليود، بس بعد سنتين بقت تظهر علي اعراض تساقط في الشعر والحواجب ورجفه في الايد والحمى والضربات زايده من اي مجهود وتعب عام في الجسم. نجاوب سريع. والله دي مهمه جدا جدا. يعني مرات في اليود طبعا في حاجه اسمها السي يعني سي كلب اللي هو ده يود. يود احنا طبعا المفروض عشان يكون في نقص يود بنفحص البول عشان نقدر نبني نقدر نجدر. فاذا انت اديت المريض يود وبفتره سنه سنتين وبدون ما يفحص حيبقى زي الغده النشطه. فالتساقط ده والضربات دي معناها من اليود بقت نشطه، غده نشطه زي الغده الجريفز والكلام اللي قلت لك بين ده. فاخذ اليود يا جماعه بدون استشاره الطبيب خطر جدا جدا، حيبقى نشطه ويحتاج تحليل سريع جدا لانه الاعراض دي اعراض غده نشطه. تمام. بيكون من اليود. معنا تليفون يا مويد؟ نسمع تليفون. الو؟ من جده ولا اسمها جده؟ اهلا يا جده، ازي احوالك؟ جدة ايوه اتفضلي يا جدة اهلا وسهلا. الله يسلمك الحمد لله. انتوا التلفزيون ده يا اخوانا ما تقفلوا لينا، الله يرضى علينا وعليكم، اقفلوا لنا التلفزيون ده عشان نقدر نفهم معاكم. والله انا عندي وصرام. اها وبس يلا عندي له فتره طويله يعني زي 10 سنة ولا أكثر. فالمرة دي تعبني تعب شديد خالص فجأة كده يعني غير مقدمات تعبني تعب. لما مشيت الدكتور وداري الدواء لما آخذ الدواء بقوم بتعب زيادة. العلم ما يعني العلم كان شديد خالص. عمرك كم سنة يا جدة؟ ها؟ عمرك كم سنة؟ 40. وأنت عارفة إحنا الليلة بنتكلم عن شنو؟ على المصران. منو قال المصريح؟ اتكلم عن الغده. انت شكلك ما كنت قاعده في التلفزيون ده. عن الغده لكن جبيري شايفه انت جبتي سيره المصران. هاي ما مشكله هسه ما دام جبناها خلي دكتور الطيب يجاوبك، لكن احنا ليه نتكلم عن الغده؟ لكن خلي دكتور الطيب يجاوبك. المصران ده تعبه تعب شديد. انا يومي متابعاكم بس عشان جبيري جبتي سيره المصران انا دخلت. ونحن نجاوبك طوالي على عيننا وعلى راسنا، نجاوبك طوالي. حبابك عشرة. لكن انت شكله في مشاكل في الاسره، في اي مشاكل؟ انت شكلك حاره شويه وكده. Yeah.
ما حاره لانه دائما وصلنا الناس الحارين. نخلي الدكتور الطيب يجاوبك، خليك معنا، ركز يلا معنا. حقيقه مرض الغولون العصبي او يسموه الغولون العصبي، لانه الواحد بيكون متوتر فعلا، هو بيشبه الى حد ما الغده النشطه. فنحن اي تشخيص بتاع غده نشطه بنحط الغولون العصبي نمره واحد. بعد ذاك في الغده فوق الكظريه برضو اعراضها قريبه للغولون العصبي او الغده النشطه. فاللي هو المصران هو التشخيص الصحيح. اذا عملت مجاهه صوتيه، عملت تحاليل كلها سليمه ما في حاجه، بعد ذاك نحن بنقول غولون عصبي. لكن ما اي الام بطن نحن غولون عصبي، اي نقصان وزن او فسحه فيها دم تدار منظار، ما في حاجه اسمها غولون ينقص صحه او يكون في فسحه فيها دم. الغولون ما بيطلع فسحه دم، ما بنقص وزن. اي زول شخصه غولون عصبي صحته نزلت شديد، بقى الفسحه البراز فيه دم، يمشي لاقرب طبيب يحاول يعمل له مجاهه صوتيه، يعمل له منظار عشان يتاكد، لانه ما في غولون بينقص صحه، ما في غولون بيعمل اسهال دم. قلت لك اخذت الحبوب ما نفعت معك. والله احتمال يكون تشخيص ثاني في غده وارده، احتمال ما نظمت الاكل، احتمال اخذت الحبوب لكن ما نظمت الاكل. الغولون ده تنظيم اكل او البهارات، الشطه، الحاجات دي كلها، الكسر الحامض، العدس، الفاصوليا، الموز، البطيخ، المانجا، دي كلها حاجات بتنفع مع المصران. اذا ما نظمتيها مثلا في رمضان هو التمحل حتى قليه اللي هو لحم البقر، دي مشكله كبيره مع مع مع, مع الغولون. فاذا ما نظمت الحبوب الحبوب دي مهدئه بس مع علاج. مع علاج بس. سامعنا جده؟ طيب جدة قفلت. طيب اديك الصحة والعافية جدة. محمد المبارك قال لك السلام عليكم، انا عندي اعراض غدة وقابلت الدكتور بس الفحص ما فيه غدة. الدكتور قال لي في زيادة في ضربات القلب، اداني سيميدال بس، وداير اقابل الدكتور الطيب معاك. منو؟ محمد المبارك عياد، لذا تقابلك. طب والله اول حاجة لا خليك نديك كريت يا 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 محمد المبارك، انت كان داخل بمحمد المبارك ده ولا داخل باسم ثاني؟ المهم غايته ده الاسم الظاهر لي محمد المبارك. محمد المبارك عياد. الحالة زي دي بتلاقينا كثير، واحد عنده اعراض ضربات قلب يمشي يفحص الغدة طبيعية. نحن في الحالة دي بنعمل رسم قلب ومجاهة صوتية القلب، مرات بيكون في مثلا ارتخاء في الصمام، اسباب كثيرة بتعمل الضربات دي، ما الغدة بس يعني. فنحن بنعمل مجاهة صوتية للقلب ونعمل رسم قلب. يا اخوانا والله كتر خير. كل اول حاجه انا بشكر كل الناس اللي بيراسلونا على صفحتنا على الفيسبوك الحكيم مع دكتور وليد، وشكرا جزيلا لكل الطاقه الايجابيه اللي بتدونا ليها عشان نقدر نواصل. كتر خير كون والله، وكلامكم تاج على راسنا، واسئلتكم محل اهتمام وتقدير دائما. طيب دكتور طيب، سؤال ثاني من ميمونه. ميمونه قالت لك هي عندها غده لها 16 سنه وتعبت من موضوع الحبوب وموضوع المقابلات دي، ووقفت القصه دي. لكن اول ما وقفت العلاجات وبتاخذ في اعشاب عشان ما تتعالج، رايك شنو في علاج الاعشاب لو خلت غدتها غده نشطه؟ والله دي مشكله وما حملت بتواجهنا فعلا. الغده النشطه ما مضبوطه، بتاثر على الانجاب، تاثر على الدوره، كل الحياه دي. انت قلتي اخذت العلاج فتره 16 سنه، ما عندك خيار ثاني، عندك اليود المشع، عندك العمليه اذا غده ظاهره. فانت فعلا دي متواجهنا الناس اللي بياخذوا حبوب فتره طويله. نحن ما قلت لك بناخذ علاج سنه ونص. سنه ونص اذا المريض انتكس رجع ثاني الاعراض بنحول اليود المشع. بنوصل اليود المشع ده يا جماعه الناس عشان ما تاخذ فكره سيئه، اليود المشع ده عباره عن حبه زي ببلعها بس. ايوه ما مؤشر، ما عندها مشكله في سرطان. او كوبايه نص كوبايه بتاعت الجرعه المشعده بتشربها بس. جرعه واحده بس، عندها تحوطات قبل وما بعد الجرعه، يومين تكون بعيد من الاولاد، تكون من يعني تكون على بعد شويه الحمام، تكون منفصل كده. لكن للزول مثلا عنده غده 16 سنه، فحص زايد، فحص ناقص، مش دكتور كشف مرتين، القروش قصرت فلس بالقروش، عندي خيار سنه ونص العلاج ما بي كويس، امشي لجد المشع جرعه واحده بتنهي الموضوع. او اذا بالنسبه الغده نشطه نشطه. نعم معانا من ربك. منو يا مؤيد؟ اقبال ازيك؟ وعليكم السلام ورحمه. اهلا في النيل الابيض، تفضل يا اقبال. تسلم يا دكتور، انا والله بس كان عندي غده. اها انت عمرك كم سنه يا اقبال؟ نعم عمرك كم سنه؟ عمري 23 سنه. يلا احكي. وكنت بتابع بها يعني، من بديت اتابع بها كده من السنه 13. يعني ما خلى الدكتور كده تعبات اي حته مشيت، هو هي زهره. كبر بعض لفت راس وصداع وبنسى. بتنسي؟ بنسى يعني احيانا احيانا الصحه بتكون ما شاء الله كده، وبعد مرات ثانيه بنزل لي يعني. ده بتعرف اخذت علاج ولا ما اخذت علاج؟ اخذت ما شاء الله كثير العلاجات. اخذت علاج يعني شخصوك انت عندك غده ودوك علاجات؟ لا اصلا بالفعل فيها. شنو؟ بالفعل فيها غده. الدوحة غدة نشطة ولا خاملة؟ غدة نشطة ولا خاملة؟ غاملة خاملة خاملة. طيب
برضه نديكي كرت بعد العيد تجي تقابل دكتور الطيب ده. تمام؟ اوكي تمام. تجينا ما في مشكله، اسمعي برضه رده. رايك شو؟ طبعا هي قال عندها غده خامله وبتيجي عندها ضربات ولفات راس. مرات يا جماعه بيحصل مع الناس الغده الخامله دي بيكون فيه هبوط ضغط، هبوط ضغط، يعني الناس بيقول لك بتجيني لفات راس. مرات الغده الخامله يكون مصاحبه بالغده الكظريه اللي هو اديسون ديسيد اللي هو بيتكلم عنه قبل اللي هو انخفاض الضغط. يقول لك مثلا طوالي زود لو وقع ما في الدود الريبات بيبقى كويس، لقوا سكر منخفض ضغطه منخفض. اما الحكايه دي يعني الناس ما تستهون بها. اذا في سبب مثلا في استفراغ اسهال الزول ممكن يعني نوضح ممكن يكون سبب الانخفاض ده هو الاسهال ولا الاستفراغ، لكن الزول كده يقول له وقع لقوا ضغطه منخفض او ضغطه او سكره منخفض دي يعني مع الناس المفروض تاخذ يعني حذر طوالي تاكد من السبب شنو. فغالبا مرات الحاجات دي يكون الغده الكظريه يا جماعه، الخمول الغده الكظريه، نخلي الغده الدرقيه دي غده الكظريه، لكن مرات بيجوا الغده الكظريه والدرقيه بيجوا مع بعض اللي هو يسموه امراض مناعيه، يعني واحد يكون عنده غده درقيه خمول وعنده غده كظريه خمول اللي هو هاديسون. فالعيان بيكون تعبان وفتران وضغطه نازل وسكره نازل، فاي انخفاض سكر بدون ما يكون في سبب معين نحن بنفكر في خمول الغده الكظريه، واي انخفاض ضغط ما في سبب ثابت يعني يا بياخذ في حبوب ضغط ولا عنده استفراغ ولا اسهال نحن نفكر في خمول الغده الكظريه. فدي نحن لفت الراس دي احتمال يكون ضعف في دم اللي دي فوق الكلى طوال الكظريه فوق الكلويه نعم هاي. فنحن مرحبا نشوف ان شاء الله نكشف عليها. طيب الغده ممكن تجي في صغار السن يعني لسه ما وصلوا مرحله البلوغ، هل ممكن تجي زياده او نقصان؟ والله معنا منو اقبال مديناه خلاص كده ان شاء الله تجي تقابل الدكتور الطيب بعد العيد تشيل رقمه وكده ودينا له بعد الحلقه عشان الدكتور الطيب ان شاء الله يتصل عليهم. تمام نعم. ده سؤال مهم جدا جدا يا جماعه، زي ما قلت لكم الغده الخامله دي تشخيص صعب جدا جدا، داير تركيز شديد من الطبيب والانتباه من الام. يعني الاطفال بالدون مثلا يعني بعد الولاده ما بيكون عنده ما بيكون عنده اعراض ظاهره، لكن ممكن تكون في اعراض. اللي هي شنو اعراض الزول مثلا يلدون ليله عنده يرغان ثلاثة أربعة يمكن ما ثلاثة يوم يمكن يكون يرغان فسيولوجي طبيعي، بعد الثلاثة يوم جاب يرغان ممكن يكون ده سبب الغدة خاملة خمول الغدة الدرقية يرغان. تورم الأطراف الطفل الصغير والدوب يدينه ورجلينه والرماد ممكن يكون ده غدة خاملة. الجسم يكون لين شديد مثلا ستة شهور سبعة شهور ما قدر مشى ما قدر يحبه ليونة الجسم، زياده الوزن دي كلها خمول غده درقيه. عشان كده في ناس بيقولوا انه المفروض وزاره الصحه يكون في فحص سكريننج او فحص مبدئي لاي طفل يلدوه من الكعب الريل، يفحصوا التي اس اس هرمون تي اس اس لاي طفل يتولد. عشان شنو؟ عشان يقدر يعرفوا انه المريض ده الطفل ده ما عنده غده درقيه، لانه التشخيص صعب جدا جدا. طيب الغده الدرقيه خموله صعب تشخيص صعب، فنحن نعمل سكريننج للتي اس اس لازم يتفحص. نعم طيب زمان انتهى نحن، لكن عايزك في كلمه واحده نعم ما يختص بحبوب زياده الوزن، حبوب الحلبه على حبوب النجمه على حبوب الفراوله على حبوب الفواكه، القصه دي وانت اخصائي في الغدد الصم تاثيراتها على الجسم شنو؟ والله يا ما دي حاجه خطيره اقل من دقيقه جدا، دي دايره والله حلقه دايره حلقه ان شاء الله من ابو عيد الناس استاذ المشاهدين ان شاء الله واحد يكون معنا واحد من اخواننا الصيادله ودكتور الطيب ان شاء الله في حلقه في الحكيم ان شاء الله بعد العيد. حبه النجمه اثار جانبي كثير جدا يا جماعه، جاتنا عيانه عندها بتاخذ حبه نجمه خمس سنوات جاتنا بضغط وسكري ومشلوله ما تقدر تمشي وعندها هشاشه عظام خمس سنوات تبلع حبه النجمه، حبه النجمه دائما عباره عن كورتيزون نفس الحبوب اللي ياخذوها بتتباع برا في البوتيكات، خطره جدا جدا بتعمل ضغط سكر تساقط شعر واخطر كمان هي يعني الاثار على الجلد اثار ما بتتمحي ما بترجع مع حبوب الغده حبوب يعني حبه النجمه حبه الحلبه حبوب دي خطيره جدا يا جماعه اثار الجانبيه غات لا اسماء ساي فواكه فراولة كل اسامي ساي يا جماعه تحذير لكل الفتيات يا جماعه اللي بيستعملوا لزياده الوزن هم بيستعملوا طبعا لزياده الوزن يعني قبل الزواج وكده، لكن اثار جانبيه كارثيه ضغط سكر كلى مشاكل في الجلد، يعني انت ممكن ما تقدر تطلع للناس من اثار على الجلد يعني حبوب قالوا لك بيزيد الوزن ما عارف تفاصيلها ما لقيتها في صيدليه ما تشتريها خطره جدا جدا والله. تمام انا شاكر والله دكتور الطيب يا اخي والحقيقه كتر خيرك لزمنك وكتر خيرك طيله الفتره اللي كنت معانا في هذا الشهر الكريم، يمكن دائما كل يوم سبت بتنورنا وربنا يديك الصحه والعافيه ويجعلها في ميزان حسناتك لكل المعلومات اللي يعني يجعلها علم ينتفع به، كتر خيرك. وعايز كلمه اخيره وكل سنه طيب. شكرا لك دكتور ولي، شكرا قناه البلد وبرنامج الحكيم، والله الواحد يعني ده ضريبه الوطن على المواطن، والله انا معتبر حاجه بسيطه جدا اقدمها للمواطن سبيل التوعيه يعني تمنع
يحصل له ضغط قلب، تمنع مريض ما يستعمل حبه النجمه عشان ما يجي ضغط سكر وضغط. فانا بقد بعتبر ده جزء يعني حاجه قدمها في رمضان ان شاء الله، ونتمنى الخير لكل الشعب السوداني ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله، كتر خيرك. يمكن نيابه عنك وانا شكرته، وانا بشكركم انتم برضه انكم بتتابعونا وبتقعدوا عشان تحاولوا انه الوعي اللي بتاخذوه توزعوه لغيركم. الكلام ده مع الخرطوم بس، السودان ده مترامي الاطراف، فاي زول بيصله معلومه في كل جزء من اجزاء هذا الوطن الغالي بتمنى انه يوصلها لغيره حتى تعم يعم الوعي، وبخلال الوعي بيكون دائما الوقايه. نتلاقى بكره اذا كان في العمر بقيه. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، في امان الله.